السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم بعنوان: لماذا الأرقام الإجمالية غير صحيحة بينما الحجر والتباعد الاجتماعي صحيح؟ هذه الفيديوهات عن كورونا وما بعد كورونا. طبعا أقوم بتحميلها جميعا على وسائل السوشيال ميديا التي تحمل اسمي بالعربي أيمن خسروف، وأيضا على قناتي على اليوتيوب. طبعا يعني أصبحت الآن من أصعب الأمور على المختصين وغير المختصين الحقيقة حول كورونا بسبب يعني المعلومات الأوفر جدا على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص وعلى الإنترنت، والعجز الواضح من المنظمات التي كانت عادة تواكب هذه الجائحات وتصدى لها بالسرعة المطلوبة. فأصبحنا اليوم حقيقة أمام بحر متلاطم من الأرقام ومن المعلومات وطرق العدوى والوقاية ومن يصيب ومن لا يصيب، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أيضا تلعب على وتر الخوف عند الناس، فتعطي دراسات جدا خلينا نسميها قطبية في التعامل لدرجة تخيف كل إنسان، تخيف الجميع. الأرقام الإجمالية التي نشاهدها الآن بشكل مؤكد أنها غير صحيح، لكن الأرقام الفردية لبعض الدول صحيحة. طبعا يهمنا نحن في كل وباء قياسا إلى الأوبئة السابقة التي واجهتها البشرية أن نعرف الأرقام الصحيحة في الإصابات والوفيات، لكن هنا نلاحظ أن أرقام الإصابات بالرغم من الحجر الصحي تزداد، وهذا يعني أن الفيروس كامن في المجتمعات وله مصادر للعدوى. ممكن تكون هذه المصادر حيوانات أو أشخاص يحملون هذا الفيروس ويقوم بإعطاء العدوى إلى الآخرين، وقديم أيضا. وأكبر مثال على ذلك إصابة بعض البوارج الحربية أو الغواصات، إصابة أفرادها طبعا بالمرض على العلم أنهم من شهرين أو 3 أشهر لم يختلطوا بالآخرين. فهذا يعني أن مرحلة تطور الفيروس والعدوى به قديمة وليست جديدة، يعني قبل 3 أشهر ممكن، ويمكن أن يكمن الفيروس في الأشخاص أو في نسميهم نحن في العلم الأثوياء الناقلين، يعني ممكن يكون حيوان هو خزان لهذا الفيروس ويقوم بنقله إلى الآخرين. أكبر مثال على ذلك مثلا أننا الآن في بعض الدول، طبعا نحن لم نستطع الآن أن نقوم بإحصاء كامل الإصابات في الدول، ولو أحصيناها مثلا لوجدنا أن الإصابات تزداد، وهذا ما يفاجئ الناس أو يفاجئ الدول حاليا، أن هناك بعض الدول مثلا مثل إسلندا التي تعداد سكانها 350 ألف نسمة، نصف السكان مصابين بالفيروس بدون أعراض وهم ينقلونه للآخرين. فإذا يعني أضفنا هذه الآلاف أو هذه الملايين من الإصابات، وفعلا كانت الوفيات التي يعلن عنها من فيروس كورونا، فنحن سنكون أمام نسبة وفاة أقل بكثير مما نشاهده. دليل على ذلك الكلام أن مثلا الوفيات الآن في ألمانيا ربما 1%، لا تتجاوز 1%، بينما في إيطاليا وصلت في بعض الأيام إلى 15%. إذن هناك تفاوت كبير في نسب الوفيات بين الدول. ولو عملنا إحصاء لكل الناس الآن لكل هذه الملايين، وهذا شيء مستحيل ويتطلب سنوات أيضا، لربما وجدنا أن المصابين بهذا الفيروس هم مئات الملايين بينما الوفيات أعداد قليلة، وبالتالي الفيروس لا يسبب نسبة الوفاة العالية التي يتم عنها الإعلان عنها. ونسبة الوفاة العالية في بعض الدول مثل 15% مثلا في إيطاليا وإسبانيا، هذه تتطلب دراسة منفصلة ولا يجب أن تكون قاعدة. لكن لماذا الحجر والتباعد الصحي جيد؟ لأنه أثبت الحجر والتباعد الصحي أنه لن يشكل ضغط على القطاع الطبي. فكما تكلمت سابقا بعدة فيديوهات أن بيت القصيد في كل هذا الموضوع، وحتى المشهر الذي تعتمد عليه الدول في فرض أو إعلان الحجر الصحي، هو عدد سرة العناية المشددة الموجودة في المشافي. فالمريض الذي تتطور لديه أعراض كوفيد فإنه يتطلب سرير عناية مشددة، وهذا صعب. إذا بيت القصيد هنا كم تحتمل الدولة أن تستوعب دفعة واحدة من الناس الذين هم بحاجة لسرير عناية مركزي ووضع على المنفس؟ لذلك التباعد والحجر الصحي وحماية ووقاية نفسي هو الآن الحل الأفضل، ريثما تتضح معالم الفيروس بشكل أكبر وعلى وجه التحديد كيفية العدوى، وهل يا ترى الفيروس كامن فينا؟ ففي كل إنسان يوجد شيء اسمه فلورا،
فلورا من الأحياء الدقيقة متعايش معها. ففي البلعوم يوجد عدد كبير جدا من الأحياء الدقيقة وهي ليست ضارة، لكن تغير أي ظرف في جسم الإنسان قد يؤدي إلى أن هذه الفلورا أو هذه الجراثيم الطبيعية الموجودة فيه مثلا في كل أعضاء الجسم تتغير وتصبح مرضية. فهل يا ترى كورونا هو كامل فينا وهناك شيء في الطبيعة حولنا أو أسلوب حياة أو نمط حياة ربما يسبب فوعة لهذه الفيروس أو تشكيل أو تغيير شكله من فيروس سابق هو بشكل كان طبيعي غير مبرد؟ هذا الشيء الصراحة لم يتضح بعد. طبعا الأرقام أيضا، من حيث الأرقام مثلا عندما بدأت يعني، وهذا كله طبعا تخمينات، المشكلة نحن الآن أمام تخمينات، يعني حتى الحكومات أصبحت عاجزة عن تقديم معلومات إحصاء صحيح إذا لم تكن ذات نظام صحي رصين وقابل للإحصاء ومتدرب على هذا الموضوع الصراحة. أيضا الاتهامات بين الدول واتهاماتها بأن لا تقدم أعداد صحيحة، وهذا شيء صحيح، يعني الدول الشمولية والديكتاتورية مثلا أو التي لا تتمتع بالشفافية الصحية لم تقدم للأسف معلومات صحيحة، وهذا تم التصريح عنه في أكثر من مناسبة مثلا، وأن الصين بالذات لم تقدم معلومات صحيحة. اليوم مثلا، اليوم نحن في 14 نيسان، بدأت أقرأ عن إقليم آخر في الصين بدأت تسجل فيه إصابات وفيات، وطبعا هذا كان شيء متوقع من 3 أو 4 أيام لأن ارتفعت حدة المطالبات العالمية والحقوقية ورفع دعاوى على الصين أنها سبب هذه الكارثة البشرية وأنها لم تتعامل بشفافية صحية مع الجهات التي هي موقعة على بروتوكولاتها للتعامل والتعاون في الجائحات. فبدأت الصين الآن تعود تقول ليكونا نحن صراحة كنا ضايعين، وبلشت الإصابات حتى في إقليم ثاني. يعني الآن أقرأ صباحا، نحن الآن في الساعة 7:15 صباحا، أقرأ أن بدأ في إقليم آخر سلطات مدينة جوانزو بدأت فيها الإصابات. يعني هو تهرب من المسؤولية أو صح هذا الكلام؟ الصراحة أن اختلطت الأمور، عدم الشفافية الصحية مع الأمور السياسية، مع نقطة كثير مهمة أن الدول لا ترغب بأن تظهر أو تبدو أمام شعوبها بمظهر العاجز الذي لا يعرف أي شيء، وهي التي سوقت في السابق أنها تعرف كل شيء وتتحكم في كل شيء. حتى الصين مثلا لديها أكبر عدد من الكاميرات في كل دول العالم، وكانت تصور نفسها كهي أنها تستطيع ضبط هذه المليارات، وجعلت الكاميرا تتحكم في حياة الإنسان. فلدى الصين برنامج اسمه المواطن الصالح، فلكل إنسان تقريبا كاميرا تراقب حركته في الشارع وتراقب حركته إلى أي مول يذهب ومعنى يتكلم وأي متصفح يتصفح، وبالتالي تعطيه نقاط حسب أنه كم مواطن صالح، أي القنوات التي يشاهدها، كم من الوقت يصرف للقراءة وكذا. الآن كل هذه المعلومات لدى الصين تظهر كأنها عاجزة عن ضبط هذا الفيروس، وهذا يسبب لها إحراج أمام شعبها وأمام الدول الأخرى. فالآن بدأت الصين تقول أن الفيروس يعود إليه. دراسات من كوريا الجنوبية أيضا أن الفيروس له عدة أشكال، وهناك أشخاص شفيوا منه وتم إعادة إصابتهم. لذلك المؤسف أن هناك حالة يعني ضياع في نقل المعلومات، لكن المؤكد أن الأرقام غير صحيحة. أفريقيا مثلا اليوم أيضا قبل قليل أقرأ أن هناك 1000 حالة وفاة في أفريقيا. طبعا كنا لا نسمح نحن من الوفيات في أفريقيا. إذا الخلاصة، نحن لو الآن عملنا لكل سكان الكرة الأرضية مسح، ربما نجد أن الإصابات منتشرة بصورة كبيرة، الوفيات تصبح أمام هذا الرقم أرقام وفواصل يعني متناهية في الصغر وليست كحجم هذه المشكلة. لماذا مرتفع في بعض البلدان؟ هذا يتطلب دراسة خاصة. لماذا هل النظام الصحي الخاص بها مثلا فشل في ضبط العدوى؟ هل فعلا هم يريدون أن يكون الفيروس هو غربة للناس، من منعته ضعيف فليذهب ومن منعته قوي فليبقى؟ لكن الحجر والتباعد الصحي الآن يجعل الناس أو الحكومات وخاصة ذات الشفافية الصحية وذات النية الصالحة للحفاظ على حياة الإنسان بأن تأخذ وقتها أكثر للدراسة والتريث حتى يتم اكتشاف وسائل العدوى والوقاية الصحيحة. وفعلا هل نحن كل قوانين هذا الحظر التي نطبقها مفيدة؟ فتسجيل إصابات بعد حظر يبدو أن الحظر وحده غير كافي، هناك حلقة مفقودة. شكرا لكم وإلى اللقاء.